مع هذا أنا سمعت له وأسمع له وسمعت لك وأسمع لك ولا أجد ذلك الفرق الكبير بين حضرتك وصباح فخري إلا بشيء قليل اللي هو اللكنة. نعم لا والله أيد أشوف هذه مال اللكنة. أول من رحت الحلب دعوني فنانين موسيقيين مع الصباح، ولا صديقي كان يعزف معايا قانون هنا وتوفى الله يرحمه حلبي يشتغل معايا كان هنا بالموصل. كنت أروح الأردن أخلص العقد مالتي الحفلات أرجع على حلب، التقيت بي وأخذني على جماعة من الموسيقيين يأكلون عن اللكنة. قال لي ماذا يغني عراقي عراقي، يغني حلبي أحسن من الحلبيين، يغني عراقي عراقي. إيه قال له هذاك، قال له دايشوين هذاك يعني دايشوي يمكن ولد وعازف قانون ورأي يعني مدير فرقة سلاطين الطرب المعروفة. إيه قال لكن باكر عندنا حفلة يجي نسمعه. طيب اللي هو والله ثاني يوم الحفلة كل سعير الكوب مال هذا الجلاس مال الفنجان مال القهوة ينطينيه ياخذه يخلص يضربه يكسر اثاري يقول له يقوم يعني يغني. اي دي يغني ولا الشباب حلبي وهذا. قمت غنيت الحقيقة غنيت عراقي اش غنيت حزين اكي موال مال عندنا مال موصل او مال تذكره يعني. تذكر ايش غنيت؟ ايش ما اذكر. يقول عبالي ما انت فارجني عبالي 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 ما تفارجني عبالي بكيت بكيت وبلل الزيج يا الحضيب عبالي يا يما من غذب عيني من غذب عيني لفصل لك عبالي ومن جسمي لخيط لك ثياب يوم يا يوم أشوف هذول ذيب شو حفلة سويت عزة ندورت عليهم قلت له يا واد قمت سويت العراقيات تشوبي ما تشوبي وهذا وقاموا عفوا الموسيقيين كلهم يدبقون طبلة طبلينا خلصت. قال لي ابو القانون لي قال لي الخاطر هذا اشتغل حلبي وقام يا ابو. قلت له انا ترى من صغري يعني اعشق القدود الحلبيه وهذا. طيب قالوا لي يا ريت سمعنا موسيقيين كلهم مع صباح فخري يشتغلون. غنيت موال من البيات يقول خل الهيثم بوجنتيه اسمر ويا ناري علي خل الهيثم بوجنتيه بوجنتيه ابيض ويا ناري علي يا اختنا طيق الجفا يا منيتي دخين علي علمتني نوح الحمام واسقيتني صوف المدام جد لي بوصلا بالمنام يا راية بيضاء علي زرني وانا انا 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 وجه البشوش وصل لي صدري من الأشوش واكشف على صدري ويشوف مكتوب يا ما شاء الله علي يا ما شاء الله عليه يبعث لي جواب جواب وطمني ولو انه عتاب عتاب لتحرمني يبعث لي جواب يبعث لي جواب يبعث لي جواب 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 وطمني هذا
يسلم الصوت. هذول قالوا لي انت، قالوا لي منو صباح فقري دي يغني؟ قاموا جنوا قالوا لي بقيت حتى المطرب خطيه يعني بقيت السهره كلها. قال لي يا ابا مثل ما قلت انت. وتركنا الحكم للمشاهد، هذا جزء من التاريخ.